أهلا بكم مشاهدينا الكرام، مستمرون معكم في هذه التغطية المباشرة لملحمة طوفان الأقصى مع استمرار الاحتلال الإسرائيلي في عدوانه الوحشي على قطاع غزة برا وبحرا وجوا لليوم 25. وقبل قليل أفاد الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم بأن الاحتلال بدأ يتحرك بريا في محاور عديدة، وبدأ عملية برية لا يريد أن يعلن عنها لاعتبارات خاصة لديه. ينضم إلينا في هذه التغطية مراسلنا أكرم دلول من غزة، وستكون معنا أيضا فرع عمر مراسلة الميادين من جنوب لبنان، محمود العوضية صحافي من غزة، كما سينضم إلينا في هذه التغطية سيد عمر معربوني خبير عسكري واستراتيجي سيكون معنا من شرق لبنان، وسيد ذو الفقار سويرجو محلل سياسي من غزة، وسيد مصعب البريم متحدث باسم حركة الجهاد الإسلامي من غزة أيضا. أكرم هل تسمعني؟ يعني نستوضح منك الآن الوضع الميداني خاصة بعد تصريح المتحدث باسم حركة حماس حول الهجوم البري الذي بدأ من عدة محاور على قطاع غزة. يبدو أن أحمد غانم معنا الآن. أحمد، إذا ما الجديد؟ نعم ملحم، ما تزال نعم نعم تفضل ملحم تفضل. طيب يعني قبل قليل كان هناك خبر نقلا عن المتحدث باسم حركة حماس حازم قاسم تحدث فيه عن بدء العملية البرية لقوات الاحتلال الإسرائيلي من عدة محاور وعدة جبهات، وبالتالي هل من الممكن أن تفيدنا بأي معلومات تتعلق بما يجري الآن على الأرض في قطاع غزة؟ نعم ملحم، تستمر الغارات الإسرائيلية على مناطق مختلفة من قطاع غزة ضمن أو في إطار المساعي الإسرائيلية الرامية للتغطية على بعض التوغلات أو المناورات البرية أو التقدم البري في محاور مختلفة من قطاع غزة، وتحديدا المحور الشمال الغربي وكذلك محور الجنوبي الشرقي وتحديدا في منطقة حي الزيتون. تابعنا منذ أمس بدء عملية التقدم البري من المحور الجنوبي الشرقي لمدينة غزة ووصول بعض الآليات والدبابات الإسرائيلية إلى مفرق الشهداء أقصى جنوب شرق مدينة غزة دون أن تتجاوز هذه الآليات شارع صلاح الدين، وقد أطلقت آنذاك قذيفتين باتجاه سيارتين مدنيتين في المكان أسفرتا عن ارتقاء شهداء وجرحى، ثم تراجعت هذه الآليات إلى القرب إلى يعني إلى الخط الفاصل إلى الجدار الفاصل أو بالقرب من السياج. تمركزت هذه الآليات في ذلك المكان، ثم في هذا الصباح عاودت هذه الآليات والدبابات تحت غطاء ناري كثيف بالتقدم تدريجيا نحو ذات النقطة التي وصلت إليها يوم أمس. اللافت هو الإعلان كتائب القسام في بيانات منفصلة عملية استهداف عدد من الآليات، ولعل آخرها أن إعلان القسام أن مجاهديها يجهزون على قوة صهيونية بعد دخولها مبنى كمن المجاهدون داخله في بيت حانون ويستهدفون جرافة وآلية كانتا تؤمنان القوة الراجلة. وهذا هو المحور الثالث الذي تدور فيه اشتباكات عنيفة بين المقاومة والاحتلال الإسرائيلي. إذن نحن نتحدث عن ثلاثة محاور رئيسية تتقدم فيها الآليات الإسرائيلية والدبابات الإسرائيلية. المحور الأول المحور الشمالي الغربي في منطقة تحديدا المنطقة السودانية وتوام. المحور الثاني المحور الشمالي الشرقي وتحديدا في منطقة بيت حانون، وهذا أبدعت فيها المقاومة تحديدا في التصدي للقوات الراجلة. في تصور ملحم بأن قوة الكثافة النيرانية الكبيرة التي دمرت عددا كبيرا من المنازل المطلة على
الحدود الشمالية الشرقية لغزة اعتقدت إسرائيل أنها نجحت في تحييد المقاومين وقوات النخبة في المقاومة التي تكمن في أنفاقها وتنفذ طبعا ونفذت عملية إنزال خلف الجنود خلال اليومين الماضية، وهذا بإعلان وسائل إعلام إسرائيلية بعدما تسللت مجموعة من خلف مجموعة من الآليات وتمكنت كتائب القسام من الاشتباك معها من مسافة صفر. هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة وهي منطقة جنوب شرق الزيتون، وهي النقطة ربما الأسخن. نحن نتحدث عن 2.5 كيلو المتر المسافة بين المسافة التي انطلقت منها الآليات العسكرية وصولا إلى مفترق الشهداء في منطقة شارع صلاح الدين، وهي بكل تأكيد منطقة رخوة وخاصرة ضعيفة، وهي ذات المناطق أيضا التي دخلت منها القوات الإسرائيلية في شمال القطاع وتحديدا الشمال الغربي، إذ دخلت من مناطق زراعية كانت قد دمرتها أصلا خلال الحروب الماضية، وهي منطقة المدرسة الأمريكية بخط يمتد على طول الساحل بالقرب من الشريط الساحلي أو الطريق الساحلي شارع الرشيد، بعدما أمطرت بالمدفعية مناطق واسعة بسياسة الأرض المحروقة، وكذلك استخدمت الطائرات الحربية في عملية دك تلك الأراضي بشكل كبير جدا. تفسير بسيط لما يجري واستخدام هذه القوة النيرانية العالية هو المخاوف الإسرائيلية من المقاومة الفلسطينية. لا نقول هذا مبالغة، بل لأنه فعلا حتى لو تقدمت هذه الآليات في المحاور الثلاثة ملحم فإن تقدمها ضعيف جدا، خاصة بعد الصور التي نشرتها كتائب الشهيد عز الدين القسام لتوغل مجموعة أو اقتحام مجموعة من قواتها خلف الخطوط واستهدفت الآليات العسكرية ونقلت صورا لهذه التحشدات العسكرية بطائرة. تخيل أن طائرات القسام تعمل في رصد هذه التحشدات. إذن هناك دقة عالية ومتابعة دقيقة من قبل المقاومة الفلسطينية وفي مقدمتها كتائب القسام لهذه التحشدات، وهم يتابعون لحظة بلحظة. عملية التدمير الممنهجة للمنازل في منطقة بيت حنون ملحم كانت بقصد القضاء ربما على أي قوة مضادة للدروع، خاصة أن إسرائيل في الحروب الماضية كانت تستهدف رماة الدروع في تلك المناطق، والآن بهذا الدمار الكبير الذي نفذته إسرائيل في تلك المناطق هي أرادت أن تقضي على هذه القوات، قوات النخبة الضاربة بسلاح الدروع مثلا الكورنيت وغيرها من أسلحة الـRPG والتاندوم وكذلك قذائف الياسين الجديدة التي طورتها القسام. لكن في هذه المعركة هناك سلاح استراتيجي مهم وهو سلاح الأنفاق الذي عبرت إسرائيل كثيرا عن خشيتها منه، إذ أن إسرائيل بحسب المقاومة ينتظرها إذا دخلت المدن كما جرى هذا اليوم عبر إعلان القسام بأنها استهدفت قوة حاولت أن تكمن في أحد المنازل التي استهدفتها في منطقة بيت حنون. هذا مؤشر مهم بأنه سيكون هناك رسالة، هذه رسالة للجيش الإسرائيلي أنه كلما تقدم داخل المدن كلما وجد حرب عصابات يمكن أن تستنزف جنوده أكثر. أيضا أعلنت كتائب القسام استهداف دبابة صهيونية متوغلة شرق حي الزيتون بقذيفة الياسين 105 واشتعال النيران فيها. إذا نحن نتحدث عن تقدم بطيء لهذه الآليات والدبابات ملحم على هذه المحاور الثلاثة الشمالية الغربية وكذلك الشمالية الشرقية في بيت حنون، وأيضا المحور الثالث وهو جنوب شرق مدينة غزة. في خضم كل هذا الاستعداد والرد من قبل المقاومة، ما تزال إسرائيل تواصل قصفها أيضا لمناطق في عمق التجمعات السكانية بقصد إحداث أكبر قدر ممكن من الدمار وكذلك إلحاق أكبر ضرر بليغ بالمدنيين عبر إيقاع أكبر قدر من الخسائر البشرية. ولعلنا تابعنا منذ منتصف الليلة الماضية ارتقاء عدد من الشهداء بفعل استهداف منازل مدنية سواء في الزوايد أو النصيرات ملحم. ابقى معنا لو سمحت أحمد. أنتقل الآن لفرح عمر مراسلة الميادين معنا من جنوب لبنان. خبر عاجل يعني كان يرد قبل قليل على شاشة الميادين، صفارات الإنذار تدوي في المطل شمال فلسطين
المحتلة، وهناك على ما يبدو أيضا قصف إسرائيلي لبعض المناطق على الشريط الحدودي بين لبنان وشمال فلسطين. أجملي لنا الآن التطورات والمستجدات التي تجري حاليا لو سمحتي فرح. نعم ملحم، تحية لك والمشاهدين. بطبيعة الحال تطورات متسارعة تحصل في القطاع الأوسط وأيضا القطاع الشرقي. في القطاع الأوسط منذ دقائق جرى استهداف موقع البياض الإسرائيلي بنيران مباشرة من لبنان، وجيش الاحتلال يقصف حاليا محيط موقع البياض أي الأحراج المحيطة بهذا الموقع، وأيضا يقصف أطراف بلدة بليدة. أيضا جرى استهداف يعني منذ حوالي نصف ساعة من الآن أطراف بلدة راميا يعني بقذائف مدفعية وحارقة. هذا فيما يتعلق بالقطاع الأوسط. أما في القطاع الشرقي فكما ذكرت يعني سمعت صفارات الإنذار تدوي في مستوطنة المطلة، لم تعرف الأسباب حتى هذه الساعة، ولكن نتأكد إن كان هناك أي حدث أمني أم أنها يعني صافرات إنذار يعني كما جرت العادة في المستوطنات ويجري التوهم بأمر ما. بطبيعة الحال مدفعية العدو حتى هذه الساعة تستهدف أيضا حرج يارون وأطراف مارون الراس في القطاع الشرقي. ومنذ حوالي الساعة من الآن نفذ طيران الحرب الإسرائيلي غارة وهمية على علو منخفض في أجواء العرقوب ومزارع شبعة والمنطقة الحدودية في القطاع الشرقي، ويعني هذا فيما يتعلق بالقطاعين الأوسط والشرقي. أما في القطاع الغربي فلا تزال حتى هذه الساعة الأوضاع هادئة بشكل حذر، يعني بعد يوم أمس حافل بالتطورات شهده القطاع الغربي، جرى فيه قصف عنيف للبلدات المحيطة بالمواقع الإسرائيلية يعني عند الحدود اللبنانية الفلسطينية، وكان هذا القصف العنيف يعني هو الأعنف الذي شهدناه بطبيعة الحال بعدما قامت المقاومة باستهداف بعض مواقع الاحتلال في القطاع الغربي. نحن نتحدث عن موقع جل الأعلام الإسرائيلي الذي تم استهدافه بالصواريخ الموجهة وحقق إصابات مباشرة في دشمه وتجهيزاته، وأيضا استهدفت المقاومة موقع رأس النقورة البحري بالصواريخ الموجهة يوم أمس وحققت فيه إصابات مباشرة. ويبدو أن يعني هنا بالنظر إلى القصف العنيف الذي شهده القطاع الغربي يمكن القول أن المقاومة ربما حققت أهداف شكلت صفعة ربما لدى الاحتلال يعني يعود الاحتلال ويقصف بشكل عنيف البلدات التي كنا قد تحدثنا عنها يوم أمس، هذا القصف العنيف الذي طال البلدات المحيطة في القطاع الغربي. ولكن حتى هذه الساعة هناك هدوء حذر، ممكن نقول أنه هدوء حذر ما قبل العاصفة ربما، لأن كل يوم يعني نشهد أحداث تتسارع وتتطور في القطاع الغربي. بطبيعة الحال هذه هي التطورات حتى هذه الساعة، وننتظر أي جديد سيطرأ إن كان في القطاع الغربي أو حتى في القطاع الأخرى. منها فرح، شكرا جزيلا لك حتى هذه اللحظة. أنتقل لعمر معربوني خبير عسكري واستراتيجي انضم إلينا من شرق لبنان، أهلا ومرحبا بك. إذا بدأ الهجوم البري الآن من ثلاثة محاور في قطاع غزة، ما هي القدرة لإسرائيل للتقدم بريا برأيك يعني من خلال هذه المتابعة التي تابعناها على مدى حوالي 25 يوما من بدء هذه العملية العسكرية أو الحرب التي تخوضها إسرائيل على قطاع غزة؟ الآن ما هي القدرة لإسرائيل للتقدم بريا بالرغم من كل التحذيرات؟ حتى الولايات المتحدة الأمريكية حذرت إسرائيل من أن ربما التوغل بريا سيؤدي إلى خسائر جسيمة، وبالتالي اتخذ القرار وبدأ هذا التوغل. تحياتي لك أستاذ ملحم والمشاهدين الكرام. لا، الحقيقة على ما يبدو أن الجيش الإسرائيلي بدأ بتنفيذ يعني التوغل البري أو التقدم البري، لكن يعني حتى نوصف ما يحصل، بتقديري الآن يرغب الإسرائيلي في إحداث عملية تقطيع أوصال للقطاع، لأنه إذا ما تبعنا اتجاهات التقدم من الشمال الغربي باتجاه يعني بشكل أساسي العطاطرة وشارع الرشيد، وهو الشارع الذي يربط شمال غزة بجنوبها من جهة الشاطئ، والتقدم أيضا باتجاه بيت حانون من معبر إيرز ومن الشرق أيضا لإحداث يعني تقدم متقاطع بهدف تثبيت أيضا نقاط ارتكاز. طبعا الاتجاه الثالث كان من جحر الديك باتجاه شارع صلاح الدين، وشارع صلاح الدين هو الشارع الذي
يقطع قطاع غزة إلى نصفين من الشمال إلى الجنوب أيضا، وهو الشارع الرئيسي. إذن يبدو واضحا أن القوات الإسرائيلية تستهدف يعني عملية على المدى العملياتي والاستراتيجي، طبعا هي عملية تقطيع أوصال لقطاع غزة. لكن أود أن أشير إلى مسألة، كل مناطق التقدم الإسرائيلية هي مناطق مفتوحة، وبالتالي أنا أتوقع أن تتم عملية تقدم باتجاه منطقة الزهراء من جهة الشاطئ، لأنه كنا أمام يعني تهديدات سابقة بتدمير أبراج الزهراء. أبراج الزهراء هي يعني في الجهة الغربية، وبالتالي كان هناك تقدم يعني قبل أيام من اتجاه شمال يعني شرق مخيم البريج، وبالتالي يعني الهدف الآن هو وصل القوات من اتجاه الغرب واتجاه الشرق، وهو يعني ما يتم الآن. لكن كل حركة القوات الإسرائيلية الآن تجري في منطقة مفتوحة، وهذه المناطق المفتوحة هي وهنا السؤال ملاحقة. كيف تتوقع أن تكون ربما العملية أو أن يكون تقدم قوات الاحتلال عندما تصل إلى الأبنية السكنية، خاصة في ظل صعوبة ربما المعركة هناك، ربما تكون معركة حرب عصابات، حرب شوارع، وبالتالي هذا الأمر سيعيق كثيرا التقدم العسكري الإسرائيلي؟ مش بس سيعيق، يعني سيكون بمثابة كارثة على القوات الإسرائيلية. يعني نحن الآن في مرحلة محاولة القوات الإسرائيلية تثبيت نقاط ارتكاز ثابتة تنطلق منها لخوض المعركة في الشوارع والمدن. لكن يعني ما شاهدناه يعني منذ قليل عبر التفاف يعني المقاومة الفلسطينية واندفاعها من يعني وخروجها من الأنفاق واندفاعها إلى تجمع العدو في منطقة إرز، هو يعني في الحقيقة النموذج المصغر الذي يمكن أن يكون في مواجهة الجيش الإسرائيلي. الآن نحن في مقدمات يعني المعركة البرية، وهذه الأنماط التي نشاهدها الآن قد تستمر لفترة طويلة. يعني يهدف العدو في هذه المرحلة إلى إنهاك الحد الأمامي الذي يعتبر أنه يمكن أن يحقق التماس مع المقاومة. بتقديري لن يكون هناك تقدم إلى الشوارع والأبنية في المرحلة المنظورة، وإذا ما فعل العدو ذلك سيكون أمام يعني عشرات لا بل مئات الكمائن، وسيكون القتال من بيت إلى بيت وليس ومن غرفة إلى غرفة، وهذا يعني بالتأكيد سيكون مقتل يعني للجيش الإسرائيلي. إذا حتى اللحظة أستاذ ملحم، عمليات الجيش الإسرائيلي لم ترق بعد إلى المستوى العملياتي، يعني هناك تقدم تكتيكي يستخدم العدو فيها يعني بحدود سرية مدرعات مدعومة بسرية مشاة محمولة، يعني حتى يتجنب مسألة القتل الكثير في قواته. وبالتأكيد يعني هذا وفي أماكن المقاومة. في أماكن مفتوحة كما ذكرت، وبالتالي يحاول ربما تجنب الخسائر الكثيرة التي ربما سيتكبدها في حال دخل إلى الأماكن السكنية أو الأبنية السكنية. وبالتالي السؤال الذي يطرح نفسه هنا، ما هو سقف هذا التوغل كي يعني يمكن أن يقول أو يروج للمجتمع الإسرائيلي بأنه حققنا إنجاز وبالتالي سنذهب إلى التفاوض واستعادة الأسرى لدى الفصائل الفلسطينية؟ رفع سقف التوغل بالنسبة للقوات الإسرائيلية مرهون ومرتبط بحجم الخسائر يعني في المعدات والجنود. وبتقديري يعني حتى اللحظة يعني كما قلت لم يتحقق التماس بمعناه المباشر، يعني الالتحام. القوات الإسرائيلية تقاتل من بعيد، لأن تحاول يعني عبر الجرافات يعني تنظيم سواتر أو إحداث سواتر لحماية دباباتها، ومحاولة يعني التقدم بالحركة والنار لكن بشكل بطيء. الآن ماذا يحدث؟ يعني ما التوغل يحدث بمدرعة وناقلة فقط، يعني دبابة وناقلة جنود في محاولة لإنزال القوات في يعني وضعية متقدمة يعني عبر رأس سهم. هذا الأمر لم ينجح حتى اللحظة، بالتالي ستستمر هذه المحاولات. لهذا أنا قلت أن يعني الوضعية الآن هي وضعية تكتيكية لم ترقى إلى الوضعية العملياتية، وبالتالي سيحاول العدو من نقاط أخرى أكيد، يعني من خان يونس ويعني من رفح وفي أكثر من مكان،
ليكثف ويشتت قوة المقاومة. لكن يعني هذا بتقديري تفكير كلاسيكي تقليدي، لأن المقاومة يعني تستخدم الآن مفارز صغيرة للتصدي لقوة مؤلفة من سرية مشاة محمولة وسرية دبابات، وهذا لا يحتاج أكثر من 4 إلى 6 مقاتلين في الحد الأقصى. إذن المقاومة حتى اللحظة تتعاطى بتكتيك المفارز وليس تكتيك يعني القوات الكبرى. وبالتالي أعتقد يعني أن المعركة الحقيقية لم تحصل بعد، يعني أي تقدم يعني وتمركز سيؤدي إلى خروج المقاتلين من الأنفاق. يعني ما شاهدناه في إرز هو خروج المقاتلين من خلف القوات يعني في بعض الأماكن. وهذا بالتقدير يعني تثبيتا للجواب على سؤالك، هذه العمليات يرتفع سقفها إذا ما حققت القوات الإسرائيلية نتائج إيجابية، لكن هذا لا يمكن أن يتحقق إلا إذا تمت السيطرة على الأماكن السكنية. يعني مثلا هل يستطيع يعني الجيش الإسرائيلي خرق شرق الزيتون يعني منطقة الزيتون والوصول إلى الشاطئ بعرض تقريبا يحتاج إلى عرض لا يقل عن كيلومتر ليتحاشى الصدام بواسطة قذائف يعني الياسين تحديدا، لأن الكورنات يعني سيتم استعمالها من المناطق البعيدة، وحتى اللحظة يتم استخدام الكورنات يعني على مسافات من 2 إلى 5 كيلومتر ضمن ظروف معينة. الأسلحة الأهم يعني في هذه المواجهة ستكون العبوات، وبتقديري يعني حتى اللحظة العبوات الناسفة وربما أيضا الاشتباكات المباشرة من مسافة صفر، يعني في هذه الحالة في حال دخل إلى الأبنية السكنية. على كل حال تبقى معنا سيد عمر. محمود العوضية في غزة، كيف يعني من الممكن أن نتصور شكل المواجهة الآن مع هذا الإعلان عن بدء المعركة البرية من 3 محاور؟ كيف من الممكن أن يكون شكل هذه المواجهة خلال الساعات وربما الأيام المقبلة؟ نعم بالتأكيد أنا أعتقد بأن المواجهة في هذا التوقيت يعني في أشدها. الطيران الإسرائيلي يعني يكاد يسقط فوق رؤوسنا من شدة انخفاض الطيران، خاصة في أجواء شمال قطاع غزة، لا سيما بعد إعلان كتائب القسام عن إجهازها لوحدة عسكرية صهيونية في مدينة بيت حانون، ونحن قبل قليل وهذه العادة انتشرت هنا في شمال قطاع غزة نظرا لعدم مقدرة السكان، عفوا عدم مقدرة طواقم الدفاع المدني والإسعافات الطبية وأي جهة مختصة من الوصول حتى إلى بوابة مدينة بيت حانون، وهي بالقرب من دوار حمودة القريب جدا من المستشفى الأندونيسي الذي نتواجد فيه نحن. فبالتالي يلجأ الأهالي إلى الذهاب إلى مدينة بيت حانون عبر العربات التي تجرها أحصنة من أجل أن يأتوا بأبنائهم الشهداء الذين ما زالوا ملقون على الأرض أو حتى على أبواب المنازل في مدينة بيت حانون. أحد شهود العيان قبل قليل وقفنا معه وأجرينا معه مقابلة أيضا سنرسلها إلى الميادين، كشاهد عيان دخل قبل قليل إلى مدينة بيت حانون يقول بأن بيت حانون هي دمار بالكامل، الشهداء ملقون على الأرض ربما بالعشرات أو بالمئات، هناك دمار كبير من قبل طائرات الاحتلال الإسرائيلي، هناك دمار كبير من قبل طيران الاحتلال الإسرائيلي بالF-16 أو حتى بقذائف الدبابات. فبالتالي عشرات بل مئات الجثث الملقاة على الأرض منذ بداية العدوان، منذ أكثر من 24 يوما، وأشلاء الشهداء ما زالت ملقاة في مدينة بيت حانون، لا يستطيع أي أحد الاقتراب من هذه المدينة. أيضا مدينة أعتذر منك سيد محمود لو سمحت، أعتذر منك ولكن لابد من التنويه إلى هذا الخبر العاجل الذي يرد على شاشة الميادين نقلا عن وسائل إعلام إسرائيلية، اعتراض صاروخ أرض أرض أطلق باتجاه إسرائيل من منطقة البحر الأحمر بواسطة نظام الدفاع بعيد المدى حيتس، وبالتالي أيضا يضاف إلى ذلك أيضا ما نقل صباح هذا اليوم عن إسقاط مسيرة أو اعتراض مسيرة كذلك فوق البحر الأحمر كانت أيضا كذلك متجهة نحو الكيان الإسرائيلي. أعود إليك محمود وسأنتهز الفرصة كونك الآن قرب المستشفى الإندونيسي لتطلعنا على الأوضاع الصحية
في المستشفى، خاصة مع انعدام طبعا مستلزمات والمستهلكات الطبية في العديد من المشافي، انعدام المواد المخدرة لإجراء العمليات، وكذلك الوقود الهام لتشغيل الأقسام وغرف العمليات وبقية الأقسام في المشافي. كيف تبدو الأوضاع الآن في المستشفى الإندونيسي بالإضافة إلى المشافي الأخرى؟ نعم، بالتأكيد قبل قليل كما أبلغنا بأنه تم انقطاع التيار الكهربائي للحظات داخل المستشفى الإندونيسي شمال قطاع غزة، وهو المستشفى الأكبر هنا في شمال قطاع غزة إلى جانب المستشفيات الأخرى، بالحديث عن مستشفى العودة في منطقة تل الزعتر شمال قطاع غزة، إضافة نعم. إلى مستشفى الشهيد مرة جديدة أعتذر منك محمود. نعم. ننوه إلى هذا الخبر أيضا، ناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، سلاح الجو أحبط تهديدا جويا في منطقة البحر الأحمر، وبالتالي الآن أصبح بشكل رسمي بأن هناك صاروخ أرض أرض على ما يبدو كان متجها فوق البحر الأحمر باتجاه كيان الاحتلال الإسرائيلي، ووسائل إعلام إسرائيلية الآن للمرة الأولى منذ بداية الحرب تعترض منظومة حيتس تهديدا فوق إيلات. أعود إليك مرة جديدة محمود، تفضل أكمل يعني الفكرة التي كنت تتحدث عنها. نعم، الحديث عن أن هناك أيضا مستشفى وهو تعطل بالكامل، وهو مستشفى بيت حانون، ونظرا لإغلاق مدينة بيت حانون بالكامل وانعدام الحياة فيها بشكل كامل، هناك تعطيل لهذه المستشفى، بالتالي الحمل الأكبر هنا على المستشفى الإندونيسي شمال قطاع غزة، بالرغم من وجود آلاف النازحين في داخل هذه المستشفى الذين نزحوا من مدينة بيت حانون ومدينة بيت لاهيا وبعض المناطق القريبة من الخط الزائل مع الاحتلال الإسرائيلي، فبالتالي هنا الوضع مأساوي جدا داخل المستشفى الإندونيسي. القدرات الطبية هنا أيضا معدومة جدا، الحالات المستعصية والحالات الطبية الصعبة يتم تحويلها فورا إلى مستشفى الشفاء في مدينة غزة، بالرغم من مضايقات الاحتلال الإسرائيلي. صبيحة هذا اليوم استهدف الاحتلال الإسرائيلي أحد الإسعافات الطبية التي كانت تتجه باتجاه منطقة الكوام من أجل أن تسعف بعض الجرحى جراء استهداف الاحتلال الإسرائيلي، فبالتالي استشهد أحد المسعفين وتم إصابة آخرين، فبالتالي الاحتلال الإسرائيلي يحاول تضييق القناق هنا على شمال قطاع غزة بشكل كبير جدا، خاصة على المنظومة الصحية واستهدافه لطواقم الدفاع المدني واستهدافه للطواقم الطبية. الطواقم الطبية هنا تعمل في ظروف مأساوية حادة وتعمل في ظروف صعبة جدا، خاصة مع انعدام كبير في المعدات الطبية هنا داخل المستشفى الإندونيسي، لا سيما مواد التخدير، لا سيما أن بعض العمليات الجراحية هنا تجرى بدون أي تخدير، أيضا التعقيم يتم استخدام بعض المواد البدائية من شكرا أجل تعقيم الجروح، فبالتالي هنا الوضع جدا سيء في شمال قطاع. شكرا جزيلا لك، سأعود إليه خلال هذه التغطية، لكن أنوه مشاهدينا إلى هذه الصور أيضا التي تأتي من جنوب لبنان، لو يعني سمح الزملاء بإعادة هذه الصور، تأتي مباشرة من جنوب لبنان، ونحن نشاهد هذه الصور لقنابل على ما يبدو حارقة ضوئية الآن تستخدم في وضح النهار، وهي بطبيعة الحال يعني قنابل حارقة أيضا الآن تطلق من قبل إسرائيل. أعود إليك سيد معربوني، اللافت بأن هذه القنابل الضوئية في الحقيقة يطلقها الاحتلال الإسرائيلي في وضح النهار، ما هو الهدف برأيك من خلال عملية إطلاق هذه القنابل؟ لا أعتقد أنها قنابل ضوئية يعني، إلا إذا كان يعني الهدف هو إحداث يعني حرائق يعني في الأحراش، لأن الأحراش يعني تشكل يعني ساترا كبيرا للمقاتلين. في المحصلة هناك يعني قنابل حارقة يمكن أن تطلق من الهاون أو من الهاوتزر يعني أو حتى من الدبابات، وبالتالي يعني هذه مسألة طبيعية. الآن العدو يخشى يعني من تسلل المقاومين باتجاه المستعمرات وباتجاه مواقعه، وهذا الأمر سيستمر لأنه العدو على الجبهة الجنوبية تحديدا يعني الجبهة الشمالية لفلسطين المحتلة فقد يعني غالبية قدراته البصرية التجسسية، فقد قدرات الاستطلاع الإلكتروني بشكل كبير يعني، وبالتالي هناك عجز يعني في الاستطلاع، وهذا أمر ليس بالسهل على الجيش الإسرائيلي الذي تدرب على ظروف المعركة
من ضمن يعني ظروف طبعا المعركة المشتركة الحديثة، يعني الآن هي ناقصة، يعني العدو الآن سيحتاج إلى القنابل المضيئة في الليل وإلى استخدام المناظير الاعتيادية في النهار، وهذا تطور كبير. وطالما نحن نتحدث عن الجبهة الجنوبية أستاذ ملحم، يعني إذا سمحت سأقدم توصيفا، يعني سأعود إليك ربما للحديث أكثر عن هذه الجبهة، ولكن لابد من التنويه إلى هذا الخبر العاجل الذي يرد الآن. وسائل إعلام إسرائيلية تقول إن التشديد أو طلب تشديد توجيهات للسكان في منطقة البحر الميت وإيلات بالدخول للأماكن المحصنة عند سماع صفارات الإنذار. إذن تشديد التوجيهات للسكان في منطقة البحر الميت وإيلات بالدخول للأماكن المحصنة عند سماع صفارات الإنذار. أرحب بالسيد ذو الفقار سويرجو، محلل سياسي ينضم إلينا من قطاع غزة. سيد سويرجو، الآن نحن نتحدث ربما عن تصعيد أكثر، عن عوامل أخرى بدأت مع إعلان الدخول البري الآن من عدة محاور ومن عدة جبهات. هذا التصعيد الآن من البحر الأحمر، وهناك صواريخ، مسيرات، صاروخ أرض أرض أطلق وأسقط فوق البحر الأحمر. أيضا صباح هذا اليوم أعلن عن إسقاط مسيرة آتية من البحر الأحمر. كيف تقرأ هذا العامل الجديد الذي بدأ يطرأ الآن على الساحة، ساحة هذه المعركة؟ يعني من الواضح هذا المعطى الجديد أنه متعلق بالجبهة في جنوب الجزيرة العربية، بمعنى أن اليمن بدأت تدخل على المعركة رغم أنها في البدايات دخلت، ولكن الآن أصبحت أعتذر هناك منك في السياق أيضا، في السياق سيد سويرجو أعتذر منك سيد سويرجو، ولكن في السياق لابد أن ننوه أيضا هذا الخبر العاجل. صفارات الإنذار تدوي في النقب، ويعني في الحقيقة نحن بدأنا نتحدث ربما عن يعني توسيع لهذه الدائرة، أليس كذلك؟ نعم نعم، ما يجري الآن هو توسيع لدائرة المقاومة لتشمل جبهات جديدة، وأعتقد أن اليمن بدأت تدخل على الخط، وهناك سقوط لصواريخ باليستية في منطقة النقب من قرب إيلات، وقد أيضا تفتح جبهة جديدة من سيناء، من مقاتلون موجودون في سيناء لا أحد يعلم هويتهم، ولكن هؤلاء قد يسببوا أيضا خطرا جديدا على دولة الاحتلال في المنطقة الجنوبية أو في محيط البحر الأحمر. هذا متوقع ضمن عملية تدريجية مرتبطة بمدى الهجوم البري الذي تقوم به دولة الاحتلال في محيط قطاع غزة، بمعنى أنما كلما صعد الجيش الإسرائيلي محاولاته في الدخول والمناورات العسكرية في محيط قطاع غزة سوف تزداد وتيرة المشاركة الخارجية كلما ارتفعت وتيرة الدخول أو المناورات التي تجري. الآن إسرائيل لم يعد أمامها خيار إلا تحويل الاستراتيجية العسكرية التي وضعتها في البداية إلى تكتيك، بمعنى أن تحول تكتيكاتها إلى استراتيجية. لم يعد بمقدورهم تحقيق الاستراتيجية العسكرية التي وضعوها في البداية، وهي القضاء على المقاومة في قطاع غزة، ولذلك هي تحاول خلق تكتيكات عسكرية وإعادة تموضع للقوات في محيط قطاع غزة، أولا لتحريك هذه القوات وعدم الشعور بحالة الإحباط وعدم الصبر لطول الزمن، لأن إسرائيل لديها نقطتين ضعف في هذه المسألة. النقطة الأولى وهي عامل الزمن، كلما طالت مدى المعركة كلما استنزف الجيش، لدينا أكثر من 300,000 مقاتل أو جندي موجودون الآن في حالة استعداد، ولكن هذا الاستعداد بدأ يعني تتسرب حالة الإحباط لدى هؤلاء الجنود نتيجة لعدم تحريك القوات. هم يعملون الآن على محاولات لإعادة التموضع في بعض المناطق حتى تتحرك القوات وتكثيف هذا التموضع بحيث أن يصبح استراتيجية، بمعنى الاستراتيجية التي رسمت للدخول إلى قطاع غزة وكسر المقاومة هذه نوع من الهراء، والجيش الإسرائيلي يعرف ذلك تماما، ولذلك سيكثف من عمليات
جهات التحرك في غلاف غزة، وخاصة في بعض النقاط، وخاصة في ساعات المساء، لسد الثغرة ومحاولة تكثيف هذه العمليات لتصبح استراتيجية جديدة تؤدي إلى ما يسمى في علم النفس إلى حالة من الرعب الشديد لدى الجبهة الداخلية، وهذا الرعب يؤدي إلى حالة من الإحباط، والإحباط يؤدي إلى الهزيمة. هذه أعتقد أنها مناورات أو مراهنات متأخرة جدا. الشعب الفلسطيني الذي صمد أكثر من 25 يوم تحت جحيم النيران وعدد الهائل من الشهداء والجرحى لن يكترث لهذه التحركات. لا يوجد أي نوع من الإحباط، لا يوجد أي نوع من الرعب. أي نعم نحن نتألم، ولكن الرعب والإحباط غير موجودين، ولذلك لا يتأمل في أي نوع من أنواع الهزيمة أن يعني أن يتراجع الشعب الفلسطيني عن أهدافه الذي بدأها، لأنه هو الذي بادر. نحن أصحاب الصدمة الأولى، نحن أصحاب الضربة الأولى، وسنستمر حتى النهاية مهما كانت التكلفة. طيب سيد مصعب البريم، متحدث باسم حركة الجهاد الإسلامي، ينضم الآن إلينا من قطاع غزة. أهلا ومرحبا بك. الآن أعلن عن بدء هذه المعركة البرية، التوغل البري من ثلاثة محاور حتى الآن. ما الذي ينتظر الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، التحية لكم والتحية لشعبنا الذي لا زال يواصل هذه المعركة. الذي ينتظر هذا الاحتلال هو نفس المصير الذي انتظره حينما اتخذت المقاومة الفلسطينية، أبطال سرايا القدس وأبطال كتائب القسام، القرار بالدخول إلى عمق هذا الكيان، وكان هذا على المستوى الاستراتيجي أخطر وأصعب من قرار مواجهة برية. الاحتلال يتحرك ويناور، يتقدم خطوة ويتراجع خطوات أمام المقاومة. المقاومة واجهته في الكمائن، أمطرته بالقذائف، أيضا لا زالت تضرب عمقه، وشاهدتم جميعا الرشقات الصاروخية لأبطال سرايا القدس قبل قليل في عمق هذا الكيان وصولا إلى تل أبيب وإلى النقب وإلى ما يعرف بغلاف قطاع غزة. أيضا المقاومة في المحاور الذي يحاول هذا الاحتلال أن يناور فيها، ولكنه لا يستقر، هو يتقدم، نؤكد أنه يتقدم خطوة ويتراجع خطوات، والآن يبدأ بالتراجع، يبدأ بالتراجع. المقاومة حاضرة ولديها من الإمكانات ومن النفس الطويل ومن إرادة القتال، ومن المهم هنا أن نسجل في المقاومة الفلسطينية أننا نقاتل، ونحن قد كنا أصحاب السبق والانتصار الأول، بينما هو يقاتل مكره مجبر، وقد تعرض جنود وضباط الانتكاسة عسكرية. هذه النفسية التي جاء بها إلى قطاع غزة، إلى المقبرة. غزة ستكون مقبرة لهم إذا استمر هذا العدوان. إذا استمر هذا العدوان ستكون غزة التي خرج منها قبل أكثر من 20 عاما تحت وطأة ضربات المقاومة، وعليه أن يتخيل ما الذي تغير في هذه في 20 عام على مستوى الخبرات وإدارة المعركة وإمكانات المقاومة ونفسهم القتالي. لدينا بفضل الله عز وجل من 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 إرادة القتال والنفس والصمود ما يمكننا من قهر هذا الاحتلال كما قهرناه في عمق أكثر من 30 إلى 40 كيلومتر. ونحن هنا على أرضنا نستطيع أن نناور وأن نقاتل، كما خبرنا في أكثر من اجتياح كان يدخل ويحمل قتلاه. هو في الثلاثة أربعة أيام الماضية حاول أن يتقدم لأمتار، وفي كل تقدم كان يحمل قتلى ويخرج في كل تقدم، ونتحدى أن يتحدث عن تفاصيل ما جرى في أكثر من محور، سواء في إيرز أو في شرق الشجاعية أو في شرق نتسريم. هذه المحاور التي يحاول أن يتقدم خطوة ويتراجع فيها خطوات، الذي ينتظره هو مصير واحد، هو الموت لهذه المنظومة التي قتلت أطفالنا قبل أكثر من 20 يوم. قبل 25 يوم كانت المعركة مع مئات من المقاتلين، اليوم المعركة مع أكثر من 2 مليون فلسطيني. كل بيت له ثأر مع هذا الاحتلال، ألاف القتل، ألاف الشهداء من الأطفال، من النساء، كل بيت، كل زقاق، كل حارة، كل عائلة، كل فصيل مقاوم، كل ذرة هواء لها ثأر مع هذا الاحتلال، وتنتظر أن تشفي ثأرها وأن تأخذ ثأرها من هذا العدو المجرم الذي يتعمد قتل الأطفال ويجيد القتل، بينما المقاومة تجيد القتال وتتمتع بصمود وإرادة قتال، وتستطيع أن تربك حساباته ليس هنا فقط، أن توسع دائرة النار في الضفة وفي لبنان. واليوم أرسلت رسائل مهمة على مستوى
مستوى الإقليم من قوى المقاومة الحية على الاحتلال أن يلتقطها جيدا. أيضا نريد أن نؤكد في المقاومة الفلسطينية أن حضور المقاومة هو الذي أفشل هذا الاحتلال وأفشل كل حساباته التي أطلقها نتنياهو كذبا، يوزع الكذب والمزاعم على جمهوره. قال أنه يريد أن يقضي على المقاومة، المقاومة لا زالت تضرب. قبل لحظات نتحدث عن كمين، وقبل لحظات نتحدث عن رشقات صاروخية. أيضا هو أعلن أنه يريد أن يستعيد أسرى. هذا الاعتداء وهذا العدوان واستمراره يشكل خطر حقيقي على حياة ومصير أسرى في قبضة المقاومة الفلسطينية. أيضا ما تعده المقاومة في الساعات القادمة سيقلب كل الحسابات. هل هناك مفاجآت؟ سيضرب هذه الرواية. هذه الرواية ستكون معكوسة. تعدون بها الاحتلال الإسرائيلي خلال الساعات أو الأيام المقبلة؟ نعم، ستكون هذه الرواية معكوسة. سيكون أمام مشهد معكوس. هو قال لهم أنه سيدخل ليحرر أسراه، هو سيدخل ليكون لدينا المزيد من الأسرى لتنتهي هذه الحرب بهذه الانتكاسة الثانية بإذن الله. طيب، هذا التوغل البري سيد مصعب، هل تعتقد بأنه ربما سيقضي على كل أمال بصفقة قريبة الوقوع لإطلاق سراح الأسرى من الطرفين؟ هو نتنياهو وقادة الكيان لم يستمعوا، لا حتى الولايات المتحدة التي دعمتهم بالقرار السياسي والدعم العسكري قالت لهم لا تجربوا غزة، لم يستمعوا. هو مصر أن يتعرض لانتكاسة عسكرية ثانية، سيتعرض لها، هذا هو مصيره، هذا ما تعد له المقاومة. المقاومة حاضرة في الميدان، حاضرة بكمائنها، بفدائيها، باستشهاديها، بطلاب الشهادة من أبناء الشعب الفلسطيني، كما استطاعت أن تحمي شعبها في كل جولة وفي كل عدوان، لازالت قادرة. هذه أرضنا، نحن خبرناها في كل زقاق، في كل حي، في كل شارع، نعرف كل وديانها، نعرف تلالها، نعرف حدودها، نعرف كل شيء، حتى تحركات هذا العدو وخطواته التي يتراجع فيها هي في مرمى نيران المقاومة. أيضا تحركات آلياته، تحركات ضباطه، جنوده، حتى تحركات قادة الكيان سياسيا وإعلاميا. المقاومة تتابع كل شيء وترد على كل موقف ميدانيا وسياسيا. شكرا جزيلا لك سيد مصعب البريم، متحدث باسم حركة الجهاد الإسلامي، كنت معنا من قطاع غزة، ونشير إلى هذه العواجل التي ترد الآن على شاشة الميادين. مشاهدينا الكرام، المقاومة الإسلامية في لبنان في بيان لها عند الساعة 12:22 وبعد رصد دقيق تم اكتشاف كمين لقوة إسرائيلية متموضعة في محيط موقع العاصي. وأيضا تضيف: استهدفنا قوة إسرائيلية بالصواريخ الموجهة وحققنا إصابات مباشرة فيها وسقوط أفرادها بين قتيل وجريح. إذن رصدت المقاومة الإسلامية بحسب هذا البيان في كمين قوات، أو اكتشفت كمين لقوة إسرائيلية متموضعة في محيط موقع العاصي وحققت إصابات مباشرة وأيضا أصابت أفرادها بين قتيل وجريح. سيد عمر معربوني، فيما يتعلق بهذا الخبر الآن الذي يرد على الشاشة، واضح بأننا بدأنا ننتقل إلى مرحلة متقدمة من العمليات على الحدود بين لبنان وشمال فلسطين. نعم صحيح، يعني ما يحصل على الجبهة الجنوبية في الحقيقة هو كناية عن حرب مقيدة بمكان وعمق وسقف، وطبعا المكان ثابت لأنه على طول الحدود مع فلسطين المحتلة. العمق يتحرك والسقف أيضا يتحرك، وبالتالي هذا مرتبط بالتأكيد بالتطورات. استهداف يعني هذه المواقع انتقل إلى مرحلة يعني البدء بتدميرها كليا. يعني الآن المواقع الإسرائيلية تعاني يعني كثيرا، تفقد تحصيناتها، تفقد يعني مرونتها وقدرتها على التعامل مع أي تحديات، وهذا طبعا له مدلولات. يعني الآن مع ضرب يعني أغلب منظومة المراقبة والاستطلاع والتجسس واستهداف المواقع على الحافة الأمامية بهذا الشكل،
هذا يعني أنه يمكن الانتقال إلى العبور بشكل أسهل، لأنه أي تنفيذ لعملية عبور وهذه الأجهزة موجودة وهذه المواقع في حالة جيدة بالتأكيد سيكون يعني صعبا، وهذا يعني أمر قد نصل إليه. يعني حتى اللحظة كما قلت يعني هناك حرب مقيدة بمكان هو ثابت بعمق متحرك وبسقف متحرك، ولكن هذا الأمر الآن التوسع في المعركة الذي بدأ يتكشف الآن رويدا رويدا، خاصة مع الأخبار التي أوردناها قبل قليل عن اعتراض صواريخ وأيضا مسيرات تأتي عبر البحر الأحمر. الآن دخلنا على ما يبدو في مرحلة متقدمة على الحدود بين لبنان وفلسطين المحتلة. هذا الأمر ألا يدفع الإسرائيلي بإعادة حساباته، خاصة أيضا بأن الولايات المتحدة الأمريكية تتعرض قواعدها في المنطقة لاستهدافات بالصواريخ المختلفة؟ نعم بالتأكيد، يعني موضوعيا على الكيان الإسرائيلي وداعميه أن يعيدوا الحسابات، لأنه الآن ما هو التطبيق العملي؟ التطبيق العملي الآن هو نظرية الحاج عماد مغنية رحمه الله عندما قال أننا يجب أن نصل إلى مرحلة تطويق هذا الكيان بحزام من نار. الآن هذا الكيان مطوق بحزام من نار، من اليمن جنوبا، من غزة غربا، من لبنان شمالا، وأيضا من الضفة والجولان السوري يعني وسوريا شرقا. إذا الآن هذا يعني العدو عليه أن يعيد حساباته، لكن مهما دخل في مرحلة إعادة الحسابات هناك قضية أساسية وعامل أساسي انكسر. أنا كنت يعني أود أن أقدم يعني توصيفا للعملية، عملية طوفان الأقصى ونتائج هذه العملية. العملية أستاذ ملحم ليست عملية نوعية، هي تطور وتحول سينقل أو لا بل نقل المواجهة من مرحلة معادلات الردع إلى مرحلة معادلات النصر. هذه العملية أستاذ ملحم حققت المفاجأة بأبعادها الثلاثة، العسكرية يعني العسكرية تحديدا بالأبعاد الثلاثة، الاستراتيجية والعملياتية والتكتيكية. في المقابل حققت هزيمة استخباراتية وعسكرية وإعلامية، وأنا أعتقد أن الجانب الإعلامي يتحقق يعني الآن، يعني بعد ثلاثة عقود على تعرضنا لمعركة كي الوعي الآن نستعيد المشهد، نربح معركة الصورة أقله في العالمين العربي والإسلامي. وبالتالي نحن أمام تطور. هذا الكيان قام على دعامتين يا أستاذ ملحم. الدعامة الأولى هي الجيش الذي قال عنه بن غوريون نحن مجتمع محاربين، هذا تحول إلى مجتمع خائفين ومذعورين وهاربين. لهذا نفسر هذا الدعم الغربي والذي هو الركيزة الثانية أو الدعامة الثانية لهذا الكيان. إذن هناك مسألة أساسية سقطت سيد إلى غير راجعة، هيبة الجيش، سيد هيبة الجيش الذي لا يقهر، وهذه الأسطورة بطبيعة الحال تهشمت في ظل هذه العملية التي جرت في 7 أكتوبر، عملية طوفان الأقصى. أشير إلى هذا الخبر العاجل نقلا عن وسائل إعلام إسرائيلية، إضافة إلى صاروخ أرض أطلق الحوثيون أيضا صاروخين جوالين، حيث تم إسقاطهما بواسطة طائرات سلاح الجو. إذن وسائل إعلام إسرائيلية تقول إضافة إلى صاروخ أرض أطلق الحوثيون أيضا صاروخين جوالين، حيث تم إسقاطهما بواسطة طائرات سلاح الجو. سيد معربوني باختصار، ما الذي يعنيه هذا الأمر يعني فيما يتعلق بصاروخين جوالين؟ نحن نتحدث يعني عن صواريخ الآن بعيدة المدى، نحن نتحدث ربما عن أكثر من 1500 كيلومتر حتى تصل هذه الصواريخ إلى هذا المكان، إلى يعني فلسطين المحتلة. وبالتالي عندما يقول الإسرائيلي تم إطلاق صاروخين جوالين وأسقطا بطائرات سلاح الجو، ما الذي يعني هذا من ناحية الاستراتيجية؟ هذا الأمر يعني ببساطة شديدة يعني في مكان ما أن الجيش الإسرائيلي سيضطر إلى يعني سحب منظومات الدفاع الجوي من أكثر من مكان. يعني طلت منظومة الدفاع الجوي في الحد الأدنى ستوضع في الجبهة الجنوبية، وهذا سيخفف الضغط. يعني إذا ما ذهبنا إلى مواجهة أوسع عن غزة وعن لبنان يعني الجبهة اللبنانية، وبالتالي
سيكون بمقدور الصواريخ يعني أن تسقط بنسبة أعلى. يعني إذا كانت صواريخ تسقط الآن بنسبة 40 إلى 50% من غزة، يعني سحب منظومات الدفاع الجوي نحو الجنوب سيؤدي إلى تساقط الصواريخ بنسبة 70 إلى 75%. وهذا يعني في الحقيقة تطور كبير، كما يحصل الآن على الجبهة الجنوبية. هناك أكثر من 4 فرق عسكرية ترابط على الجبهة الجنوبية، خصوصا أنه منذ 3 أيام كانت 3 فرق تم سحب الفرقة 36 النظامية من غزة والإتيان بها إلى لبنان. إذا نحن أمام حزام نار حقيقي يتم تطويق القيام به. وبالنسبة للصواريخ الكروز جوالة، يعني ليس مهما في الحقيقة الآن أن تسقط هذه الصواريخ. يعني هذه الصواريخ هي بمثابة مشاغلة كبيرة لسلاح الجوي، وهذا المهم، المشاغلة التي يتعرض لها الاحتلال الإسرائيلي على عدة جبهات وعدة محاور، ويضاف إلى هذه الجبهات الحدودية وأيضا البعيدة كما يحصل الآن من قبل اليمن. نحن نتحدث عن جبهة أخرى وهي جبهة الضفة الغربية، وهي جبهة مهمة جدا. أعود إليك سيد سويرجو، كان هناك خبر عاجل قبل قليل معاريف عن مصدر أمني قالت بأن المؤسسة الأمنية ستدرس الردود ضد الحوثيين أيضا. ما هي طبيعة الرد الإسرائيلي يعني في حال استطاعت إسرائيل القيام بذلك؟ هل تستطيع أن ترد، وما هي طبيعة هذا الرد المحتملة؟ يعني بالتأكيد أن الإسرائيل لديها قواعدها في البحر الأحمر وفي مناطق في الجنوب الشرقي لأفريقيا، خاصة في منطقة أريتريا وجزيرة سومطرة، قد تتحرك بعض القوات في محاولة لردع القوات اليمنية، ولكن هذه الإمكانية ضئيلة جدا ونجاحها محدود ولن يكون لها أي تأثير استراتيجي على المعركة التي تجري الآن. هي مجرد تهديدات لا قيمة لها إذا ما استمرت هذه العمليات. وربما أيضا يدخل البالستية، هذا يعني أن هناك تغير جديد في المعادلة، وهذا سيفرض تغير، ربما هذا سيدخل أيضا قواعدها العسكرية خاصة في إريتريا ضمن دائرة النيران، كما يعني حصل قبل عدة أيام. كان هناك أيضا يعني مقتل ضابط كبير في هذه القاعدة العسكرية. نعم، هي ستحاول استخدام كل قواتها العسكرية في منطقة البحر الأحمر من أجل خلق حالة من الردع، ولكن بالمعنى العسكري لا قيمة لهذا الردع أمام دولة ضخمة وأمام مقاومة متمرسة لديها أكثر من 7-8 سنوات وهي تقاوم، ولديها من القدرات والخبرات التي لا تعد ولا تحصى. ولذلك التعامل وتشتيت القوات الإسرائيلية هذا سيكون له انعكاسه على الميدان، بمعنى أن قدرتها على السيطرة على الميدان في داخل المعركة الرئيسية التي تخوضها ضد قطاع غزة، هذا سيؤدي إلى تشتيت كثير من التركيز الذي تقوم به من أجل إحراز تقدم حقيقي يحرز لها صورة انتصار. هي الآن يعني تتعرض إلى عملية تشتيت، هذا التشتيت نتيجة تكتيك عسكري ليس آنيا، لم يفرض الآن، هذا أعتقد أنه مرسوم قبيل طوفان الأقصى، وكيفية وضع التكتيكات العسكرية لاستنزاف القوات الإسرائيلية ومنعها من القدرة على التنبؤ، بمعنى أنها لا قدرة لديها أي جبهة التي ستكون أسخن، هل هي الجبهة اليمنية أم الجبهة الشمالية أم الجبهة الجنوبية، وهذا يضع القوات في حالة من عدم القدرة على التركيز. شكرا جزيلا لك سيد ذو الفقار سويرجو، محلل سياسي كنت معنا من قطاع غزة. أنتقل الآن لفرح عمر مراسلة الميادين معنا في جنوب لبنان. يبدو أن هناك تطورات الآن فرح. نعم ملحم، يعني ما كنا تحدثنا عنها عن الهدوء الحذر الذي يعني ما قبل العاصفة هو ما حدث فعلا. يعني بعد دقائق من الرسالة الأولى بدأ الاحتلال الإسرائيلي بإطلاق قذائف حارقة على أحراج بلدة مروحين هنا في القطاع الغربي. بطبيعة الحال يعني مدفعية الاحتلال أيضا أطلقت
القذائف و يعني هذا لعدة دقائق حصل. هذا ليس بطبيعة الحال بجديد، هذا الأمر كان قد حصل أيضا يوم أمس، جرى الاعتداء على بلدة تمر وحين وباقي البلدات المحيطة، وبطبيعة الحال كان الهدف من هذه الاعتداءات بالقذائف الحارقة والفوسفورية هو إحراق الأحراج المحيطة بالبلدات بالمواقع مواقع الإسرائيلية على طول البلدات الحدودية. يعني يوم أمس جرى استهداف منطقة اللبوني بخمسين قذيفة حارقة ما أدى إلى اشتعال الأحراج فيها، وحتى هذه الساعة بطبيعة الحال لا تزال فرق الإطفاء تحاول إخماد هذه الحرائق. إذن هذه الاعتداءات بالقذائف الحارقة التي يقوم بها الاحتلال بشكل يومي منذ أن استهدفت المقاومة مواقعه في القطاع الغربي هي تهدف بشكل أساسي إلى إحراق هذه الأحراج أمام يعني لكشفها أمام مسيرات. هذا بطبيعة الحال ما حصل حتى هذه الساعة. الآن يعني توقف إطلاق القذائف الحارقة وبطبيعة الحال عاد الهدوء، ولكن هذا الهدوء متقطع في كل يعني في كل دقائق نسمع إطلاق قذائف حارقة أخرى، وبطبيعة الحال هذا ينذر بتصعيد التطورات في القطاع الغربي حتى هذه الساعة. ملح، شكرا جزيلا لك فرح عمر، كنت معنا من جنوب لبنان. وأيضا أشكر عمر معربوني خبير عسكري واستراتيجي انضم إلينا من شرق لبنان. وبطبيعة الحال هذه التغطية متواصلة مشاهدينا الكرام على شاشة الميادين، لكن على رأس الساعة. إلى اللقاء.